نحن نأجر، إذا شتمنا ما نحن فيه فلنا أجر، لذلك يزيدوا بالشتائم فنأخذ من أعمالهم الصالحة إن وجدت، نعم، وتخفي عن أعمالنا إذا وجد أي سيئات. فذلك نحن لا نعارض أبدا من يشتم ما دام نحن يعني مقتنعين بما نعمل في بلدنا ولوطننا وللمسلمين والعرب عامة. الشتم شيء وعدم ذكر خيرات الأمة الإسلامية لأنهم لا يريدون، أولا ربما يكون في قصور إعلامي من جانبنا، يعني أنا أحب أعترف بهذا، لأن إحنا كنا نظن ولا نزال أن العمل الصالح والإعلام عنه هو عبارة عن دعاية. العربي المسلم يأبى الدعاية لنفسه، فلا نزال عندنا فكرة الأبو يعني الأنفة أن ما نقول عن نفسه شيء، لكن عالمنا الحاضر يحتاج منا أن نقول كل شيء قبل أن نعمله ونهيئ له الجواب.